وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجكم فيتامين. بعض الباحثين يسمون فيتامين دال بالفيتامين الساحر، وجوده له مفعول للسحر ونقص هذا الفيتامين مثل السحر الأسود. هناك دراسة للدكتور آمال البدوي أستاذة الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق توصلت إلى أن نقص فيتامين دال يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والسمنة وضغط الدم المرتفع وسرطان الثدي والبروستات، وأحياناً يسبب الاكتئاب وفقدان الذاكرة. فعلاً إنه فيتامين ساحر. السؤال، هل يؤثر نقصه في العيون؟ هذا ما سنعرفه مع منو؟ مع الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري جراحة وأمراض العيون بمستشفى مغربي بدبي، واللي بنستضيفه في فقرة نعمة البصر للتحدث عن كيفية علاج مشاكل القناة الدمعية باستخدام تقنية المنظار الجراحي. نرحب بالدكتور أسامة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. وسهلا دكتور. كيف حالك؟ أخبارك طيب إن شاء الله؟ تفضل دكتور. دكتور علي، من الدال إلى العين. تمام. وهل في علاقة بين الدال والعين؟ اكيد طبعا. هو انا بس احب اشوف الصلاه الاولى. انا طبعا استمتعت بالجزء بتاع فيتامين د، يعني صف برنامج فيتامين، يعني دلوقتي نسيب الدال ونشوف العين. لا نشوف. انا حاجه بتسالنا على تاثير فيتامين د، ومن هنا برضو لانه له علاقه بينا في العين، يعني في جزء كده مختلط شويه، ان احنا بنقول انت متعرض لاشعه الشمس. وحضرتك قلت جزء مهم جدا في الاول، قلت ان في امريكا نسبه نقص فيتامين د اقل منها عندنا في الدول العربيه للشمس مغرقان. صح. السبب في الموضوع ده لما عشت في امريكا كان ليه سبب واضح وتفسير علمي، ان احنا مش مساله وقت في اليوم احنا بنتعرض له. يعني انا متفق تماما مع دكتور وفاء ان احنا في وقت بنتعرض ليه، بس الوقت ده بيتحسب على ايه؟ على قد ميل الشمس من الارض. فالقاعده العلميه بتقول ان الشمس لازم تكون مايله اكتر من 50 درجه عن الارض، بنسميه الانكلينيشن، يعني الشمس تبقى مايله اكتر من 50. اكتر من 50 درجه فانا بتعرض للاشعه الفوق بنفسجيه، في نوعين من الاشعه البنفسجيه، اي وبي، وفي سي. ما نجرب سي، في اي وبي. لو وصلنا للسي بنحترقنا. بالظبط. سي بي اللي هو بيعمل فيتامين د، اي اللي هو بيأذي الجلد. لو اقل من ال 50، لو اقل من 50 فانا بتعرض لايه؟ اللي هو بيأذي الجلد. لو اقل من 50 من الاشعه، لو اكتر من 50، اكتر من 50 البي ممكن يضر الجلد بس يكون تاثير سطحي شوي، لانه فوق على السطح. لا لا لا، اقصد يعني نحن عندنا لا ما بيأذيش الخلوي. الجزء الخلوي بيمتص الايه؟ يعني ليه اكثر قابل اكثر بي ممكن يسبب اكيوت، الاي ممكن يسبب كرونيك بالضبط، هو سرطان انه عشان اللي بيخش سرطان ويسبب مثلا تجعد الجلد، تجعد وفي العين عندنا كمان بيسبب مشاكل. فاحنا لما تكون الاشعه ميل الشمس اقل من 50، فالاشعه البي بيحصلها فلتريشن، بتتفلتر بتروح. فعشان كده هم قالوا ان احنا لازم تكون اشعه الشمس اكتر من 50، ميل الشمس على الارض اكتر من 50، لان الاي على اساس انك تحصل الايفكت مال البي لازم 1000 مره يكون اكثر عن البي. بالضبط، لانه هو الكرونيك، لان الاكيوت اللي تحصل سان بيرن وهذا البي هو سببه. بس احنا علميا يعني هم لخصوها، فقال لك ان لو اشعه الشمس اكتر من لو الميل بتاع الشمس عن الارض فوق ال 50 درجه انا باخد البي، لو الميل اقل من 50 درجه انا باخد الاي، عشان تبقى اوضح من غير ما نخش في التفاصيل العلميه. لو شفنا الصوره وين افضل يعني الفيتامين دال، ويتش وان از بيتر؟ البي. تمام. لو شفنا الصوره اللي بعدها نيكست سلايد، لو شفنا الصوره ده موقع على النت اللي هو سان ومون التيتيود. الموقع ده كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل البلد بتاعتك وشويه بارامترز بسيطه خالص، فبيقول لك طول اليوم انت الاشعه ميل الشمس قد ايه. ده اللي هم بيستخدموه في امريكا. اخد بالك ازاي؟ بتعرف انت ميل الشمس قد ايه. لو شفنا السلايد اللي بعدها، لو شفنا دبي مثلا النهارده، السلايد اللي بعدها ادي دبي النهارده، ده دبي مثلا الساعه 19 فوق كان في اول دبي، لكن لو نزلنا تحت، لو تحت شويه كان مختفيه لغايه الساعه 10 مثلا، ميل الشمس 46، يعني ابتدائي 11 13 اللي هو اول عمود بعد العمود الاول، ما يبين، صعب 46 اللي تحت منه. تحت منه عند 10 ونص تقريبا ميل الشمس بقى 50. فانا بالتالي انا اقدر اقعد في الشمس من اول الساعه 10 ونص لغايه الساعه كام تقريبا في الجدول ده، هو لو دخلنا هنلاقي لغايه الساعه 2:30 هتبقى الشمس حوالي 60، بعد الساعه 2:30 هتبقى الشمس تبتدي ترجع في الاربعينات. يبقى انا عندي من 10:30 ل 2:30 انا اقدر اقعد في الشمس واخد اشعه بي. انت بتتكلم عن الدال والقناه الدمعيه هتروح لا لا، اصل دي مهمه لسبب، لان احنا دي مهمه لسبب، لان انا لو انا بقعد في فتره ما فيهاش الانكلينيشن ده انا بتعرض لايه؟ وبتاذي من الشمس. صح. وده بيأذي الجلد، واحنا انا من ضمن تخصصي الجلديه والتجميل الجفون، فده بيأذي الجلد. نعم. فانت ممكن تدانك قاعد في الشمس من 9 للساعه 10، او من الساعه 7 للساعه 10، وانت عمال تأذي نفسك.
هي مش مساله مده، مساله ان انت قاعد في فتره انت بتعرض فيها الاي اكتر من بي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بالسان بلوكرز اللي هي هتلاحظ حضرتك ان احنا بنستخدم 15 و30 ما بنكتبش 100% بيقفل، لانه بيقفل الاي. فانا السان بلوك ما هوش مضر كامله لانه بيقفل الاي، عشان كده بنقول احنا بناخد اللي بيقفل في انواع من السان بلوكس. في انواع، انا بتكلم عن النوع اللي هتلاقيه اليو في بي، احنا بنستخدم الاثنين، بنستخدم احنا الاي دايما لانه في يو في اي اند يو في بي. اه تمام. يعني اما احنا دايما اللي احنا بنستخدمه اللي هو القليل اللي هو بيستخدم الايه حتى منك في فاحنا نرجع بقى للفيتامين د. اذا فيتامين د بالنسبه ليا مهم في العين ان انا اخده في الفترات اللي هي المظبوطه بتاعته اللي هي حسب الجدول. في مصر مثلا هنلاقي من 9 لواحدة بتبقى الشمس عموديه، هنا في السعوديه قراراتك الجمعيه هتروح. بالنسبه للعين بقى نرجع للتاثيره على العين. بالنسبه للقرنيه بيحافظ على صحه القرنيه وبيحافظ على الشبكيه وبيمنع ظهور عوامل السن على الشبكيه. هو مهم جدا فيتامين د انه بيمنع اثار الشيخوخه. ما انا عارف ما تحكش سالت على فيتامين د. بالنسبه للعين للقناه الدمعيه دي ده المنظر الدموع القناه الدمعيه. الدموع بتنزل من الحته الفوقانيه دي اللي هي الزرقاء زي الحنفيه كده، تنزل تغسل العين وتخش على مجرى الدموع على الانف على الحلق. ناس كتير جدا ما تعرفش ان الدموع بتوصل للانف ومن الانف للحلق. ناس كتير مش متخيله الموضوع ده، عشان كده ساعات نحط القطره طعمها مر بنحس طعمه في الحلق. وفي رمضان دايما السؤال اللي بيجي كمان شهرين ثلاثه القطره بتفطر ولا لا لانها بتوصل للحلق. لو شفنا السلايد اللي بعدها في الاطفال اللي عندهم انسداد. السلايد اللي بعد لا خلينا في دي. في الاطفال اللي عندهم انسداد اللي هم حوالي 20% من الاطفال بيبقى الانبوبه الطويله دي اللي داخله على الانف مقفوله. 20% من الاطفال بتبقى مقفوله. بيبقى المجرى مسدود، الحنفيه دي تنزل الميه تقعد في القناه الدمعيه وترد تاني على العين، يبقى معاها الافرازات ومعاها الالتهابات ومعاها المشاكل دي كلها. فده الانسداد القناه الدمعيه في الاطفال. بنعالجه ازاي؟ بنخش احنا السلايد اللي بعدها. في مدرستين، في مدرسه قديمه واحنا يمكن جايين النهارده عشان نوضح الكلام ده اللي دايما بيعمل لي مشكله في العياده، ان احنا كنا بنعمل نقعد ندلك مجرى الدموع ندلك ست شهور سنه، وبعدين بعد سنه ما بيجيبش نتيجه فبنخش بالاله دهيا وندخل جوه ونطلع بعد سنه ونطلع تاني. الانتظار مش مبني على اي اساس علمي خالص، مجرد ان انا بنتظر. والدخول حتى بنخش بيه زي ما احنا بنقول عمياني، ما بقاش عارف انا بعمل ايه. ممكن ادمره. نعم طبعا ممكن نخبط الدنيا، ممكن نخبط تحت وهكذا. نعم. وبعدين يفشل وارجع اخش مره ثانيه ويفشل وارجع اخش. ممكن اعمل ثقب في القناه نفسها طبعا. ممكن تعمل كل حاجه، ما انت داخل امياني ما انتش عارف انت وصلت فين. نعم. الجديد اللي احنا دلوقتي بنعمله او عندنا في المغربي وموجود في يعني في اماكن قليله للاسف، وبنحاول ان احنا ننشره وبنحاول نوجهه من خلال حضرتك، ان احنا ما عدناش بنستخدم حاجه اسمها ست شهور وسنه والكلام الفاضي ده. احنا زي ما تعودنا في الطب ان حسب حاله المريض. لو ابني انا عينيه معمصه وملتهبه وعينيه ورمه قد كده، ما ينفعش ان انا اقعد اسيبه ست شهور وسنه، لازم اخش اعالجه. فبخش بدري حسب حاله المريض وبعتمد على المنظار. يمكن احنا جايبين معانا المنظار النهارده. لو شفنا السلايد اللي بعدها، السلايد الثاني ده الطفل كده بيبقى جاي لي عينيه معمصه ملتهبه، وبعدين يقعد سايبينه بقى شهر واثنين وسته وسنه. السلايد اللي بعدها برضو نفس المنظر. السلايد اللي بعدها اللي بعدها هنا بنخش احنا في ده الفتحه. في فتحه صغيره اللي احنا قلنا الدموع بتمشي فيها، فانا حبيت اوريها للناس هنا ان في فتحه صغيره الدموع بتمشي فيها. ناس كتير ما بيشوفهاش. لما نشوف السلايد اللي بعدها الفتحه ده هي بتودي على مجرى الدموع. ادي المجرى واحنا بنخش بيه بالاله. اللي بعدها بقى اللي انا بخش بالمنظار. ماشي. اللي بعدها بنخش احنا بالمنظار من الانف وبنشوف مكان اللي نازل فيه، وبالتالي بقدر اتعامل معاه كويس، فببقى عارف هو مسدود ومفتوح. لو شفنا السلايد اللي بعدها اللي هم اخر اثنين بعد كده، ده من جوه ده المنظر بنشوفه جوه. مش هعرف اشرحه بالتفصيل، لكن الحته اللي تحت دي اللي عليها الدايره مكان الاله اللي نازله وهي بتسلك تحت. لو كملنا السلايد اللي بعدها هنشوفها بعد ما سلك. ده الجزء اللي بعدها ده بعد ما فتحت الغشاء تحت. فاذا احنا حولنا التكنيك بطريق المنظار اللي انا بخش من الانف واشوف، من ان هو تكنيك عمياني مستخبي مانيش شايف منه حاجه خالص، ان انا ببقى شايف ايه اللي بيحصل. وبالتالي باخد وقت اقل، بتبقى نسبه النجاح اعلى، مفيش مشاكل، بيبقى تعاملي مع القناه الدمعيه احسن كتير كتير من انا كنت بشتغل قبل كده. انا بحب انا بشتغل اكتر من 10 سنين. مش انا يمكن مش هطول كتير، لكن هقول ان انا اول ما اشتغلت بالطريقه القديمه انا ما قدرتش اكمل اكتر من 5-6 حالات، ووقفت لمده سنه لغايه ما اتعلمت استني استخدم المنظار. بعدها بقيت متحمس ان انا اشتغل بالمنظار. يعني الطريقه هذه يعني هل رهيبه حولت نسبه النجاح دكتور علي؟ حولت نسبه النجاح من 60-70% اولموست 100% 100%. انا حضرتك نسبه النجاح كانت معانا في كل الكتب في كل البيبر 70%. يعني ما في ارتجاع، ما فيش ارتجاع. ما انت شايف حضرتك، ما انت بتبقى شايف الفتحه بتفتحها كويس والدموع هي اللي بتكمل بعد كده المشكله. ما انت بتعمل فتحه محترمه والدموع بتكمل لك المكان. زي اي انا لو عايز اعمل ماسور في اي مكان، كل المطلوب بيبقى عندي فتحه وسائل يمشي فيها. فده اللي بيحصل، ان انا بعمل الفتحه كويسه شايفها،
عارف الوضع والدموع بتنزل تكمل. نصايحك للاهل بالنسبه للمشكله هذه؟ ان هم اي طفل بيكون بيدمع لازم اوديه للدكتور على طول، لان ممكن يكون عنده ميه زرقاء، ممكن يكون عنده رموش، ممكن يكون عنده التهاب في الجفون. وان احنا لما بننصح ان احنا نعمل تسليك كل ما بنعمله بدري خصوصا بالمنظار، كل ما بيبقى التكنيك اسهل، الطريقه اسهل، وبيبقى نسبه النجاح اعلى. شكرا دكتور اسامه. شكرا دكتور اسامه عبد الحكيم من مستشفى المغربي لمشاركته بفقره. طبعا الفقره هذه كانت مجرد للعين او نعمه البصر. وكذلك نشكر الدكاترة اللي كانوا موجودين، الأستاذة وفاء عايش والدكتورة ندى الملة، الله يعطيهم الصحة والعافية. وأذكركم مرة ثانية ترى مهم جدا الفيتامين دي، مهم، وتكلمنا في الحلقة عن كثير من الأشياء وكيف ناخذ فيتامين دي ومن وين نحصل على فيتامين دي وكيف نتعرض لأشعة الشمس. أعزائي المشاهدين، فيتامين دي لا تنسونه. لين الحلقة الجاية ونخبركم عن شيء ثاني، نتمنى لكم ألف صحة وسلامة. إلى اللقاء.